يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لبلوغ الحجة أن يعرف الشخص تفسير القرآن والسنة ومعناها، أو يكتفى بإبلاغها نصا؟ إذا كان عربيا يكتفي ببلوغها نصا، لينذركم ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. إذا كان عربي، العربي يفهم القرآن في الجملة وإن لم يعلم كل معاني القرآن، لكن في الجملة قرآن عربي خاطب يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أحد يجهل المعنى؟ حتى العوام ما يجهلون المعنى. إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله، ما أحد يجهل هذا. هذا لكن صار عاجمي ما يعرف معنى لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ما يفهم يترجم له. نعم.